السلام عليكم مشاهدين ديالي، المتتبعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم، هاني جيت. والله الا غبرت عليكم ها سمحوا لي وصافي، راني مشغوله كي كيقولوا، وما كنلقى كيفاش نصور ولا هذا من هذه هذيك. ها خطفت لكم هاد اللقيتات، يومين جوج فيديوهات اللي درت في يومين، كناخذ لكم شويه من هذا شويه من هذا وغنجمعهم لكم اليوم. جوج فيديوهات زعما نقول يومين، يومين ديال الشقه. هنا راني نط مع الصباح، لقيت ياسمين المهم فيقتها وقلت لها سيري سالي الشغل اللي قديتي عليه نفيق. صافي ملي سمعتها كتقلقب صافي نط، ما بقيت كاع نعست، كنحس براسي دايخه ملي كنشرب داك الدواء، كنسخف كتشد ديك السخفه والدوخه كنرجع نعس. صافي مني طقت شويه انا نوض باش نعاونها، ولقيتها دارت هاد الطاوه ديال الحوت. صافي لقيتها باقي يلاه كتعمر فيها، لقيتها المهم عمرات الحوت باش عمرته، دارت لي غير هذيك اندومي، دارت واحد اندومي وعمرت بها داك الحوت، ما عرفتش شنو سميتو، والله ما عرفتش شنو سميتو. لقيتها باقا بعدا ما كملتش، ايه وصافي وقلت لها بلاتي نشاركوها مع المشاهدين. العطريه عاديه اللي كيديروا ديال الحوت وصافي. واندومي سلقاتها شويه صافي وعمرت بها الحوت، شويه الزيتون والفلفله الحلوه والفلفله الحاره الحامض، مطيشه بطاطا مفرشه عليها في التحت. صافي وغديرها طيب هي باش غنتغداو، حيت اليوم عندنا التخمه ديال الكوزينه عاوتاني. ها هي دابا قلت لها بلاتي نصورها مزيان، كما قلت لكم غنخملو عاوتاني الكوزينه. كما قلت لكم هاد العام انا غير مع ديك الكوزينه، دايحن علينا سيدي ربي نديرو لها البلاكار تولي تسد اللي غادي دير على الغبره، حيت عندنا هنا الغبره في هاد الدرب غبابر. هنا كنوريكم زعما الشعريه هذيك اندوم شفتوها، ايه صافي راه جات زوينه مشيتكم. سمحوا لي صافي غنديرو دابا في الفران غادا طيب. الحاج البصمه ديما حاضر. ها هي دابا خرجناها من الفران وصافي غادي نتغداو ان شاء الله، وغادا نوض نعاونها واخا غير هنا في سميتو. راه هي غطلعات الماء على السطح، راه غادي توريكم نيت في الفيديو طلعي الماء على السطح بلا ما تغسليهمش هنايا في المراح، غادي ترون عاوتاني كلشي داك الماء غادي يدخل لبيوتها. طلعي الماء على كلشي، هي طابت كما قلت لكم الطاوه وغنتغداو بصح تغداكم اديروا النهار الاخر. ايوا صح تغداكم، ايوا صافي كنوريكم بطاطا هنا طايبه، ماشي زعما شفتوها طابت. ايوا صافي كما قلت لكم غادي نتغداو غادي نوضو لتمارتنا، الله يعاوننا عليها، مرضنا تعاوننا وعاونتنا هاد جارتنا الله يرحم ليها الوالدين. ياسمين طلعت للسطح، شتو هي طلعت للسطح كملات الماء هبطت النص
قال لها غير الطباسل. قلت ليها راه ما صبرتيش ليا زعما فاش كنتي كتغسلي الماء عنو داك الشيء. قالت لي راه ما كاينش اللي يصور، وانا كاينه لتحت هي كاينه الفوق. هي راه كملات هنايا الماء صبقوا لها الطباسل. هي هبطات وكنت كتهبط الماء عندها بو كتستف كتهبط، وهذيك المره كتمسح ليها الماء عنو كان وكتيستوهم. تعاون دغيا سرباوها بعدا شتو هانتوما راه باقا مرونه. يلاه سيقوا دابا هنا هما حطوا دوك المعنات اللي تغسلوا شتوهم ديال لامينيو، مسحوهم ردوهم بلاصتهم. هادو ديال البلاستيك سوبيرات، وباقي باقي مازال المعنى ما كملناهاش. شوف تبارك الله هادو ديال الدجاج ولاو كيبريو. كنديروا داك عا تسميتو اوني ولا شنو ديال المعن، داك الصابون السائل زوين داك الابيض زوين كيخرج المعن والدجاج كيردو يبري. شتو صافي هنا راه ردات دوك ديال الميكا ردتهم تم. كاين يقول لهم بلاستيك، كاين اللي يقول الميكا، انا نقول على الميكا انا عفويه عندي هادي ريكت ما نعرف نتصنع ولا نزوق في الهضره. هما دوك السوبيرات اللي الكبارين شفتهم اللي كيهزوا ليا كيلو، درتهم ورا هادو اللي كيهزوا نص كيلو كيلو لا ربع باش يبانوا، يعني باش يبقاو هاد الصغار ويبانوا ما يضرقوش ليا، درتهم مال قداميين يا صافي. المهم انا راه باقي باقي ما كملناهاش، غير كنوريكم المراحل. ايوا هنايا صافي دزت الثلاجه، قلت لها اري نمسح لك انا الثلاجه نغسلها سمحوا لي راه شويه ضاربني البرد. انا شفتو البنات هاد القريعات شفتوهم ديال الماء والله الا زوينين ينفعوني. شوف هنا فين، شوفوا هنا فين ريحه ما ديش عليا ريحه الخضره في الارض. حيت الكوربه حتى هي كاع تهرست. صافي هنا غنغسلو داكشي ديال الثلاجه هو الاول نردو. شفتو كنوريكم البوطاجي كي باقي، هذا راه النهار الاخر يا ربي، هذا راه النهار الاخر، هذا النهار الاخر ها هو. صافي هنا باقي كنفطر، غير فطرت ونطقت قلت بلاتي نصور. صافي انا راه واحد التلفازه جابوها حيت خسرات لينا التلفازه الاولى، قلنا نصايبوها ونديروها في بيت صالح. خذا واحد التلفازه ديال الواي فاي وراه مازال كيصايبوا فيها دابا، كيخرب بقى يصايبوا فيها باش يخدموا فيها الواي فاي. يعني خدمت واقيله يعني خدمت ليا ياسم قالت ليهم جيم جيم كيصايبوها ومضاربين معاها ما عرفتش 3 السوايع. شتو راه قلت لكم هنايا النهار الاخر راني درت عاوتاني الطاجين ورا الله يستر قبلنا غنحوت دابا عندي الفريكو عامر فيه الحوت، فيه الحوت ديال الطاجين وفيه دوك الحوتات اللي قلت لكم صغار، حيت هذاك النهار فاش مشيت انا تقديت هذا جابو راجلي، والاخر دوك الحوتات الصغار انا اللي جيتهم. مشيت بغيت ناخذ الحوت الكبير شي حوته كبيره نعمرها في الطاوه نديرها في الطاوه زعما الفران، ولكن ما لقيتش، لقيت غير دوك الصغار وانا نجيبهم قلت نقضي بهم. والمهم درت العطريه ديال الحوت راه عادي، راه غير الكمون والبزار والقزبر حبوب والقزبر الاخر الخضر. هنا وقفت لي الصوره ودرت الزيتون، حيدت لي العظم الزيتون البلدي ودرت الفلفله الحاره والخل وهذيك الحامضه مني درتها معايا خضراء كتكون حامضه بزاف، وانا نعصر شويه الحامض ديالها هنايا والزيت والتحميره والملحه. المهم غير العطريه عاديه اللي كنديروا في الحوت. صافي شرملت الحوت ياد لي هو الحوت راني مشرمله ودايره في الفريغو، ومني جبدته من الفريغو درته في الطاجين عاوتاني درت عطريه اخرى باش نديرها فوق الخضره. صافي انا غردتني الغدا هنايا، درت بقات عندي شي خيارات تما في الثلاجه وانا نجبدهم. قلت بلاتي نحكم ندير بهم هاد الشليضه ومن هنا يستافدوا معايا المشاهدين. هانتوما راه كين كنقول لكم باش ما كان يقضي بنادم ما كاين ديزين جوج تفاحات اللي درت بجوج خيارات حكيتهم ودرت معاهم واحد شويه فاني. هانتوما غتشوفوه فاني ديال الحلوه داك كتقولوا، كاين اللي يقول لي لا فاني كاين اللي يقول لي فاني. ها هو درت فيه معلقه كبيره، ولكن ملي جيت نشوف لقيت باقي كثير فيه، يعني درت نص فانيه نص يعني نص ديالها. انتم كما كتشوفوا انتم درت معلقه وانا نزيد شويه شتو حيت شت باقي زعما النص باقي عامر، وغندير غير معلقه ديال السنيده بالنسبه لي ما كياكلش الحلاوه ما يديروش كاع، غير انا درت لهم هما ما غاديش يبغيو ياكلوا ليا مسوس. درت لهم معلقه ديتوش على هذيك الفيرميسيل تاع الحلوه كاين تما في الميكادات مع السنيده باش ما يتوضر ليا. صافي درت معلقه معلقه ديال السنيده وشويه دفاني وجوج تفاحات وجوج خيارات اللي درت شتو، وجات واعره. انا غنحطها في الفريكو عرفتي ملي جبدناها من الفريكو بارده ومع الحال سخون بغاتها الخاطر، خلاتها مولاتها بغا ليا قلايبي والله الا وجات زوينه وكليناها ما بقاتش. صافي قلت لها شدي لهاد الايموجي ضحكني هذاك مخرج نتاعو. صافي هنايا وريتكم ثاني ملي هي بدات كتغسل في الثلاجه وكترتب، وانا كنوريكم
لكم دوك الطويسات والله الا نفعونا. راهي الشلايضه باقا تما كتبان لكم. هاد السوبيرات شتوهم درت فيهم الفرماج، ما كنحطش انا الفرماج بالباطا ديالو، ودرت تما الكاشير تا هو في هذيك بسميتو ديالو، ودرت الزبده تما كاينه الزبده الروميه، الخميره شتو الباطا ديالها. هنا قلت لكم حيدت القراعي سقطتهم، درت هادو نفعوني الماء زوينين زوينين المشاهدين. راه دايرين 120 دابا، كانوا 5 دراهم تزادوا 120. هنا راه كنوريكم السيرو ديال الدراري الصغار، هنا كنستعمل هادشي ديال الدراري الصغار، الدم ديال الدراري الصغار كيجي معايا انا ما عنديش المناعه حتى انا يعني بحال الدراري الصغار. ولكن غاتشوفوا الثلاجه راه قلبت عاوتاني، ما بقاتش هادشي هكا في الاخر، غيبان لكم في الاخر ديال الفيديو. انتم واحد قلت لكم انتم مازال ما كملتش هو الغطا ديال الثلاجه، شفتوه دوك الفراشات اللي كنفرشوا للثلاجه باقي ما نشفوش. وانا قلت نصور لكم باش نمشي نجلس، حيت باقا ياسمين كترتب في داكشي. انا هادشي قلت لكم اللي ما لقى غير اللوحه، واللي باقا لايقه راني غنديرها في الثلاجه. شفتوا صافي هنا راه طاب الطاجين، صافي كنقول لكم احنا غنرجعوا لكم من بعد نمشيو نتغداو انايا. بصح تغداكم ديال النهار الاخر، غادي نتغداو ان شاء الله، واللي غنوضع ثاني ست في المواعن نكمل الكوزينه. صافي هنايا ها انتم غايبان لكم انا شفتوا سلوفان، هو ماشي سلوفان داك اللي صغير، حنا عندنا واحد السلوفان داير بحال ما عرفتش انا كاع مين جبته، والله ما عقلت فين جبناه، داير غير بحال دوك الميكات اللي كنفرشوا دوك القلوعه اللي كنفرشوا الطبله من فوق القلعه القاسح، هذاك جبتهم وفرشتهم انتم فرشتهم هنايا. يلا قلت لكم راه باقي هاد البلاصه غتنقى ياسمين تحيد هادو، واللي غدير دوك المعنات ديالها واللي غادي تعاود تغلفهم هانتوما. ولكن الحاجه بصمه دائما حاضر. المهم صورت لكم كاع المراحل. نقول لكم السلام عليكم، وبقاو مع الفيديو، غادي تشوفوا الثلاجه كي ولات وغتشوفوا الكوزينه كي ولات. المهم انا دائما داير الكوزينه ديالي في حله جديده، وهذوك القراعات راه ما كملتهم داكشي، غتشوفوا داكشي مهم هو هذاك. غتشوفوا الثلاجه كي رديت عاوتاني ربشتها، رديت عاوتاني عمرتها بالقراعي. يلا بقاو مع الفيديو، كنتمنى يعجبكم، وما تنساوناش من جيمو كومونتير وجمجمو لي هذا الفيديو مزيان، بغيت يطلع ديروا لي كومونتيرات وجمجمات مزيان.